ارحب بحضراتكم مره اخرى في فقره الزراعه المباشر من الفقرات المفضله ليا، لان انا بسمع منها او بسمع من خلال التواصل مع حضراتكم اللي بيهم الفلاح، اللي هو بيفكر فيه، اللي خليه يزود انتاجه، اللي لو في مشكله مقابلاه وعاوز حل سريع نوصلها للمسؤول علشان نتابع مع المزارعين. زي ما بسمع منكم عايز حضراتكم برضو تشوفوا الدوله النهارده بتعمل ايه في القطاع الزراعي. من اهم المشاريع اللي انا بركز عليها في هذه الفتره لان هي فتره انتقاليه. انت النهارده في ناس كتير ارضها هتبقى بتجهزها للزراعه. طيب ما تيجي مع بعض نحدث الراي، تعالوا نشوف ايه الامكانيات اللي مطلوبه مننا، هل انا امكانياتي الماديه اقدر كمزارع؟ طيب النهارده في كمان تيسيرات من الدوله، الاراضي اللي في مشروع قرض مهم جدا بدون فايده على 10 سنين، دي ما استفدش بيه خاصه ان انا المكسب اللي هيجي لي هيبقى اهم واعلى بكتير من القسط اللي انا هدفعه. قسط على 10 سنين بدون فوائد، هستفيد ان انا هقلل كميه الاسمده، هقلل المصاريف اللي انا بصرفها بالنسبه للطاقه اذا كانت كهرباء او سولار، هزود الانتاج، مساحه الارض هتزيد وهتزود لي الانتاج لان انا هردم القنوات اللي موجوده اللي بستخدمها في الري بالغمر. ما دي كلها مميزات. مزارع يقول لك طب انا عندي الامكانيات بس المعلومه وازاي اشتري وازاي اركب. معهد الاراضي والمياه وجهاز تحسين الاراضي بيقوم بده مجانا، ان هو يرفع الاحداثيات يصمم لك شبكه الري، كمان هو اللي بيستلم من المقاول. ناقصنا ايه؟ المفروض تحديث الري كنا ابتدينا فيه من سنين طويله، اتاخرنا لكن ان الاوان ان احنا نعرف ان ده ليه مميزات مهمه. ناس بتقول لي في مشكله في الصرف الزراعي، في مشكله بالنسبه للاصابه باعفان الجذور، كل ده هننساه وهيختفي بعد تحديث الري. اتمنى ان احنا نتابع الملف ده ونبتدي في تنفيذه، مش نفكر فيه، لا نبتدي نحدث الري عندنا في ارضنا. استاذ ايمن من البحيره اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سفان؟ اهلا وسهلا يا حاج ايمن، ازيك حضرتك يا فندم؟ احنا عندنا مشكله بالنسبه للكهرباء. ايوه حضرتك يا فندم، احنا في الارياف وده دلوقتي داخل موسم مدارس، والخطه بتاعتنا بقى لها من اكثر من 30 سنه ما فيش تجديد فيها. أيوة. العمدان متاكله والسلوك واقع، وانا صورت السلوك والعمدان ورحت بيها للمهندس الشبكه في شعيسة الاستاذ علاء حبيب، وحولني على بتوع الصيانه تحت، رحت بتوع الصيانه كان ده اكثر من 15 يوم ومحدش جه، والاسلاك واقع على الارض، وفي ماس كهرباء في العمدان، وفي اطفال بتعدي في مواشي بتعدي مع الطريق. انت فين في البحيره؟ مركز حوش عيسى يا فندم. في مركز حوش عيسى، عزبه الحرفه ما تبع مركز حوش عيسى. عزبه الحرفه؟ تبع مركز حوش عيسى. حاضر. وانا صورت له يا فندم الحاجات ديت على التليفون، ودخلت المدير الشبكه وقيتها بنفسه، بقالنا اكثر من 20 يوم على الكلام ده. من 20 يوم؟ من 20 يوم واكثر يا فندم. طيب. في رقم هينزل على الشاشه بعد شويه، رقم الواتساب الخاص ببرنامج مصر كل يوم، عايزك تبعت لي الصور دي عليه برضه، ممكن؟ الصبح الساعه 10 يا فندم. اشمعنى؟ ما لما رحت وريت له الصور مسحتها من عندي مع التليفون. طيب ماشي. حاضر. عينيا الاثنين، الصبح الساعه 10 ان شاء الله. يعني كل العاملين بالدوله وانا منهم. النهارده في مشروع اسمه مشروع حياه كريمه، علشان نرفع من كفاءه الخدمات اللي موجوده في هذه الاماكن، وعلشان نوجد خدمات ما كانتش موجوده اساسا، يعني كانت مشوهه. لما بيحصل مأزق زي ده عند المواطن لازم انت تتدخل بسرعه، ما تسيبوش هو يجري شمال ويمين ويصور ويبعت لك. انت المفروض من قبل ما المواطن يصور ويبعت لك تكون انت بتحل، تكون انت جاي تشوف ايه اللي حصل، ايه الكارثه اللي جت عند الراجل ده وتلحقه بيها. انما تسيبه وبعت لك الصور وكلمك وبعدين يبتدي يتواصل مع القنوات الفضائيه ويكلمنا ليه؟ لان انت ما حلتلوش حاجه، بيقول لك بقى لي 20 يوم وعندي اطفال. زي ما بتكلم على مميزات تحديث الري، عايز اقول مين المستفيد في النهايه؟ احنا كمصريين، الدوله. لان انت اي استقرار بيحصل في القطاع الزراعي هو استقرار للامن القومي الغذائي للمصريين لينا كلنا. والفلاح هيستريح. النهارده حضرتك بتكلمني تقول لي تعالى الحقنا المايه مش واصله، المناوبه ما جاتش، اصل انا في نهايه الخط. مش دي كلها مشاكل احنا بنعاني منها بقالنا سنين؟ لما الدوله تقول لك لا انا هبطن الترع على مستوى الجمهوريه ومجانا، ليه؟ عشان المايه تبقى موجوده في وقت الاحتياج،
المناوبات بتاعتك كفلاحين وقطاع زراعي موجودة ومدروسة ومحسوبة. يبقى احنا علينا دور مهم تاني، انا اللي موجود في ارضي اللي هفتح المحبس وهروي، بدل ما انا بقول يلا افتح القناية واقفل القناية المية ردت ولا لسه، دي كلها مشاكل عايزين ننساها بقى. استاذ محمد من الشرقية اتفضل. السلام عليك يا فندم. السلام ورحمة الله، اتفضل حضرتك يا فندم. احنا المية كانت مقطعة عندنا، هي بدأت تشتغل الفترة اللي فاتت دي. ايوه مية بحر يعني، المية كانت خلت الارض مالحة خالص. اي محصول بنزرعه عاد بيجيب انتاج النص. أيوة. انا بنطالب الحاجات الزراعيه تنزل لنا الجبس الزراعي ده عشان خاطر الملوحه اللي في الارض، ان البي اتش معايا الباشا وصل حوالي 40%. فالجبس هيزود الملوحه اكتر. الجبس بيقلل الملوحه يا فندم. صوتك مش واضح، يعني انت دلوقتي بتقول الارض عندنا فيها ملوحه، تمام؟ فيها ملوحه فوق ال 40% يا باشا. فاحنا بنطالب جامعه الزراعه تنزل لنا جبس زراعي. حاضر. ليه مدير الجمعيه ما طلبتوش منه الطلب ده؟ لان هو اول ما بيطلبه بيجي له، لان انتوا بتدفعوا حقه. يعني معايا الباشا احنا طلبناه وبرده ما فيش اي حد بيرد. طب هي الجمعيه اسمها ايه وفين في الشرقيه؟ الجمعيه اسمها جمعيه الزراعيه بفراشه، هي ابو كبير معايا الباشا. فابو كبير؟ ابو كبير. حاضر، عينيا الاثنين. الصبح ان شاء الله انا اكلم يا ريت يا فندم. معلش احنا سالنا كتير، هتجيبش ده مش لاقيين والله. لا هو دلوقتي في اكتر من مكان، انا هكلم جهاز تحسين الاراضي وهنكلم وكيل وزاره الزراعه، لان ده شيء طبيعي. انتوا الجبس ده بتدفع حقه، يعني لو انا اقول لك اسمده والسماد اصل بيخرج من المصنع وحصه مدعمه بيبقى ليها اسباب تانية ان هي حتى ممكن تتعطل في بعض الاحيان، انما ده ايه اللي معطله مدير الجمعيه؟ هو لازم يطلبه. حاضر. استاذ حمدي من اسوان اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لا لا لو سمحت، انا كنت كلمتك من فتره على موضوع التامين على المشاريع. ماله؟ يمكن فاكرني انت. فكرني عشان انا اتابع معاك. قول لي. كلمتك كمان من فتره قلت لك في بقره عندي نفذت، ومن شهر 2 الكلام ده. ايوه. تواصلت معاهم، انا الصندوق كان جوه عندنا هنا اسوان وعلقوا اللوجو بتاعهم الجديد اللي هو بتاع التامين على المشاريع. تمام. اتصلت بيهم من فتره، راح قال لي لسه ورقك ما دخلت اللجنه اللي هي بتاعت المحافظه. لا هو اترفض وتعمل له تظلم صح؟ لا لسه ما دخلت. اصل من شهر 2 المفروض يكون دخل. هو دخل يعني وتعمل له تظلم؟ قال لي لا، سوى يعني هي من حوالي 15 يوم دخل اللجنه. طيب هو باسمك انت التامين باسم حضرتك؟ باسم حضرتك. حمدي شادي احمد. قول لي كده الاسم الرباعي حمدي ايه؟ حمدي شاذلي احمد. حاضر. بكره الصبح ان شاء الله انا هرد عليك. بكره الصبح. الله يخليك. عينيا الاثنين. استاذ وائل من المنوفيه اتفضل. مساء الفل يا باشا. مساء النور، اهلا وسهلا. الله يخليك. كنت عايز استفسر بس عن نظام تطوير الري الرش والتغيير في الاراضي السمراء عندنا في المنوفيه. في ندوات ارشاديه وفي حلقات احنا عملناها في قناه مصر الزراعيه كتيره جدا، وفي الفتره اللي جايه انت عايز تستفسر عن ايه؟ النهارده الري بالتنقيط والري بالرش حسب نوع المحصول اللي انت تزرعه وخبراء الزراعه وانت عندك هيقولوا لك. انت عايز تروح بس تقدم في الاداره الزراعيه وقول لهم انا عايز احدث الري، انت عايزه بقرض، هتروح تكتب بياناتك وهيتواصلوا معاك وهيقولوا لك ايه اللي يناسبك ويجوا يرفعوا عندك الحيازه، يعني مش الحيازه نفسها، هيجوا يعملوا المقايسه ويعملوا معاينه ويسمموا لك شبكه الري. فانت بس حضرتك روح قدم طلب لو سمحت في الاداره الزراعيه بكره. تمام يا فندم. ماشي. ايه رايك انت لما سمعت عن المشروع ده انت مقتنع بيه ان انت تحدث الري عندك؟ انا في قطعه ارض بالفعل شغال بيها تنقيط من فتره. ايوه 10 على 10 يعني زراعه حلوه. يعني اللي بالتنقيط جايبه عندك نتيجه احسن من الري بالغمر كتير وتوفير كتير. وتوفير ده مزارع بيتصل على الهوا هو اللي بيحكي تجربته علشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين. فانت تنصح الناس ان هي تحدث رياها. ايوه انا في قطعه كبيره، مساحه كبيره مثلا يجي 15 17 فدان عايز اعملهم وعايز امشي فيها اجراءات صح. تمام، هتروح بس تبلغ اسمك في الاداره الزراعيه. تمام، بشكرك. استاذ زيدان من المنصوره اتفضل. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ربنا يبارك في سعادتك وجودك. يعني حضرتك رئيس بحوث معهد البساتين وبتابع حضرتك جيد، يعني ربنا يبارك في حضرتك. مش اول مره تكلمني. اهلا بيك. اهلا وسهلا. وجودك طيبه جدا، ربنا يبارك في سعادتك. ربنا يعزك. حضرتك قريه ميت زنكر مركز طلخه محافظه الدقهليه. ايوه.
حضرتك يعني بنعاني من اكثر من 12 سنه من حرب شرسه جدا من طريق المنصوره جمصه. هذا الطريق يقطع الزمام الارض الزراعيه بالطول، بمعنى ان كل مزارع يذهب الى حقله او يعود منه بيعبر هذا الطريق وسط سيارات تجري بسرعه مجنونه، اكثر من مجنونه ربما. من 10 سنين حتى الان حضرتك سقط العديد من ابناء القريه كشهيد او جريح فقد القدره على العمل، وكذلك نفوق العديد من رؤوس الثروه الحيوانيه. يعني اخرهم حادث امبارح راحت ضحيته واحده ست مسكينه غلبانه كانت بتشتغل في حقل ارز بالاجره وراجعه ببيت. هكذا عدد شهداء كتير جدا، وده مسجل بمحاضر شرطه مركز شرطه طلب. احنا بنطالب باقامه كوبري علوي نعبر من اسفله لحقولنا في امان، والسيارات تعبر ايضا واستمر الطريق كما هو يعني. صح، وانا عارف الحادث اللي حصل امبارح ده والبقاء لله. ربنا يبارك في سعادتك. متخطب بخالص التعازي فعلا. مطلوب مش كوبري واحد، مطلوب اكتر، مطلوب اكتر من كوبري. والناس اللي بيصيبوا اصابات بتقعدهم عن العمل وعن السعي. هو مطلوب اكتر من كوبري مش كوبري واحد، لان الامتداد طويل كمان يعني ما هيش مسافه صغيره. حضرتك لو رحت الطريق لغايه جمصه بتشوف اكتر من كوبري. طب ما احنا يعني 65% من الارض الزراعيه بتقع في الجانب الغربي من هذا الطريق، يعني لازم نعبر هذا الطريق نيابه عن. انا بوصل رسالتك وبضم صوتي لصوتك وهتواصل مع المسؤول. سامح وانت لحضرتك الصحه والعافيه يا رب. امين، بشكرك. في حاجه في القطاع الزراعي عايز اقول لكم، ان احنا الوقت اللي احنا فيه ده في مشاهد جديده على عينينا جميله. يعني اللي يتابع تسويق القطن دلوقتي وفرحه الفلاح ده شيء يعني نفتخر بيه انه بيتم بهذه السرعه. المشاكل اللي بتواجهنا في القطاع الزراعي ان شاء الله في سبيلها للحل. انا دايما كنت بقول ايه، مشكله المشاكل في القطاع الزراعي حلها ما بقاش سريع، لان انت مرتبط بمواسم، مرتبط بمثلا عمليه اكسار لتقاوي، مرتبط بتطوير وتحديث، حاجه تاخرنا فيها سنين، فعشان تتحل في يوم وليله صعب. لكن نتابع ايه اللي بيتم واجراءات الحل هو ده اللي مهم. يا حاج محمد. ابو محمد السلام عليكم. يا حاج سلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ شانا؟ اهلا بيك. انا ابو محمد من الشرقيه مركز ابو كبير يا فندم. احسن ناس، اتفضل. الله يكرمك. احنا عندنا اسمها ترعه ابو سكينه. ترعه ابو سكينه. واخده من بحر مويس لغايه مركز ابو كبير. تمام. فيها حوالي 500 فدان بيشربوا من الترعه دي. تمام. حضرتك في عربيه كشح بترمي فيها ميه مجاري في الترعه دي. عربيه كشح؟ عربيات كشح، بوابير كشح. تمام. ترمي ميه مجاري وشرها فدي وشرها على البيت، واشتكينا في الاداره الزراعيه برضو في البيت. بكره الصبح في بلاغ هيبقى مقدم للسيد المحافظ يتم اتخاذ الاجراءات ضدهم، مصادره هذه السيارات. وعايز اقول لك على حاجه بقى. اتفضل يا باشا. حل المشكله من منبعها، حل المشكله من منبعها مهم جدا. هو بيعمل كده ليه؟ لان في مناطق ما فيهاش شبكه صرف صحي. حياه كريمه النهارده وتنفيذ مشاريع للصرف الصحي داخل القرى المصريه المختلفه يقضي لي على المشكله دي من منبعها. بشكر حضرتك. وده اللي انا بتكلم عليه دايما، المشاكل اللي بيتم تصديرها للمجتمع المصري لان في خدمات وغياب هذه الخدمات من سنين طويله، ما حدش فكر انه ينفذها، ما حدش حاول ينقذ الناس دي. حياه كريمه ان هي توصل كوب ماء نظيف لكل بيت في القريه المصريه، ان يكون في شبكه قويه للصرف الصحي. ما هو انا النهارده لو عندي شبكه صرف صحي قضيت على هذه الظاهره. ما هي دي محاولات متكرره، هتقبض على ده النهارده واحد تاني هيحاول. طب ايه السبب؟ السبب ان المكان ده ما كانش فيه شبكه صرف صحي. تنفيذها بيتم الان، مش بنقول بكره ان شاء الله، لا، في اماكن بتستلم خلاص محطات للصرف الصحي، في اماكن حضراتكم شايفين وهو العمل جاري في هذا التوقيت. ليه؟ لان من سنين اتاخرنا. دايما كنت بقول تطور اصاب القريه المصريه دون ان يطورها. تطور اساء للمواطن المصري، ما حصلش بكامل الصوره الجميله، فعمل هجره داخليه وخارجيه وهجره يعني غير شرعيه. الدوله النهارده عازمه على بناء مصر الجديده. لو انا جيت اتكلم على حياه كريمه، حياه كريمه كوب ماء نظيف، شبكه صرف صحي، رفع كفاءة التعليم أو المدارس اللي موجودة، الخدمات الصحية، حياة كريمة هي حياة متكاملة مقومات المعيشة الآدمية للإنسان. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.